اللقاحات هذو شفنا باللي ما كانش بلد يكون عنده لقاح واحد، يعني يقدر يكون عنده لقاحات عدد كبير من اللقاحات باش يغطي كل احتياجاته فيما يخص هذه الحمله الوطنيه. باستور اللي عنده مسؤوليه تخزين اللقاح عند وصوله، ثم شفنا مع المجلس العلمي باش نوضعوا على مستوى كل ولايه مكان واحد وين يكون فيه تخزين آمن لهذه اللقاحات.